تهديكم على تفضلنا عندنا، لكن ده نحسبها الله، يعني نحسبها الله للناس الطيبين اللي هتستفيدوا من ان شاء الله. البرنامج تبعنا عباره عن تنميه مهنيه في المقر، يعني المقصود من تسجيل الموقع ما هو الا تطبيق مهني تحصل على شهاده في نفس الوقت، نفس الفرصه يسهل عمليه اعداد الدروس بشكل اكثر فعاليه وسهوله ويسر باسلوب حفل الطالب في الماده الدراسيه. تمام؟ في بعض الاهداف اللي هي نستفيد منها النهارده او المفروض ان احنا نحقق منها جزء كبير ان شاء الله ونستكمله في الفتره الجايه. في المقام الاول الموقع بيحتوي على اكثر من 75 كورس تدريب احدث البرامج اللي انتجتها شركه مايكروسوفت، كلها مجاني اونلاين في اي وقت تقدر تدخلها تبدا تكمل تسمع. الموقع بيحتوي على برنامج تدريب عليه، شرح فيديو كامل، تدريبات وانشطه. بعد ما تخلص التدريبات والانشطه تحس انك انت استوعبت الموقع، بتلاقي مجموعه من الاختبارات او الكويزز اللي بتحضرها. لما تحصل او تجيب على مجموع 80% من الاسئله بتاخد شاره انك انت حصلت على الكورس التعليمي وشهاده معتمده من شركه مايكروسوفت تحملها اونلاين وتحتفظ بيها في الملف المهني الخاص بك مجاني. الجزء الثاني مهم جدا ان انت الموقع بيتيح لنا التواصل مع الخبراء في جميع انحاء العالم، سواء فيني بالمعلم زميلي او بالخبير المتخصص في الماده، او لو عندي نشاط معين او فكره معينه او مهاره معينه في اي درس، سواء كان دروس اللغه الانجليزيه او رياضيات او اي تخصص في كل التخصصات بتاعها، بيكون في عندي ترانسليتور، هي عمليه الترجمه من انجلش او اللغه اي لغه في العالم. طبعا الاسكان الحين في موضوع الترجمه من اي لغه، وزي ما هنشوف مع بعض. الجزء الثالث ان احنا بيعطينا الفرصه، مجرد ان انا افتح بروفايل او حساب شخصي ممكن اشارك في المسابقات العالميه، ممكن احضر مستمرات، ممكن احضر ورش كورب لاين بمعدل ورشتين او ثلاثه خلال الشهر. تمام؟ ممكن تحضرها في نفس الوقت اللي بتعرض فيه. بعد ما بيخلص بيكون حاجه اسمها اون ديماند، يعني تحضرها في اي وقت، بتنزل على الموقع تحضرها في اي وقت تقدر تحب فيه تكلم. الموقع بيحتوي على مجموعه هائله تكاد تصل الى اكثر من 30,000 محتوى تعليمي كل يوم في زياده، لانك انت مجرد حضرتك تنضم بتعرف المعايير ايه المطلوبه في اعداد الدروس، بامكانك ان انت تنزل الدروس بتاعك والشغل بتاعك، بيعطونك ترسله للشركه الام الخبراء هناك بيعتمدوه، ولو في اي فيدباك او تعديل او تغيير بيتواصلوا معاك بيرسلوا لك عن طريق الايميل ايه المطلوب ان انت تعمله في النشاط ده، وايه الجيد وايه اللي يحتاج الى تعديل. تمام؟ لازم نعم؟ نعم. الموقع بنزل فيه اي ماده في اي تخصص، هي المشكله الوحيده ان العربي متاخر في الرد شويه. تمام؟ يعني لو الرد او الفيدباك هتجي لك مثلا نفس يوم او ثاني يوم بالانجلش، عشان هم هناك هم عندهم ناس متخصصين في اللغه العربيه بعد. تمام؟ او بيوجهوهم في كل منطقه، احنا في منطقه الخليج المركز المحلي بتاعنا هو على حسب الدروس برضه بيراجعوها وبيدوا لك الفيدباك بتاعها. انت لو عند حضرتك اي درس او نشاط او فكره او مشروع، ممكن تدخل تعمل سيرش تلاقي محتوى كامل معدل مجهز بكل الانشطه المختلفه فيه. تمام؟ نعم؟ برضه نفس الشيء، تبادل الخبرات مع الدروس او في الدروس تبعي مع الفصول مختلفة، سواء انا ممكن من خلال برنامج سكايب ادخل بالطلاب بتاعي اغير جو الصف تماما، بتعامل مع طلاب تانيين في اي بيئه ثانيه، سواء كان داخليا داخل منطقه الوطن العربي او خارجيا، طبعا مع بعض المعايير للعادات والتقاليد والثقافات اللي بنكون طبعا مسبق ليها معد ليها عن طريق حاجه اسمها ميستر سكايب او حضور الدروس الايه؟ اونلاين مع بعض. ممكن تحضر درس في نفس الوقت اللي انت بتدرس مع طلابك اونلاين في اي درس في امريكا، في اليابان، في الهند، في الصين، في اي مكان. كذلك برضو ان انت الموقع زي ما قلنا بيحتوي على مجموعه من البرامج اللي راح تستفيد منها مهنيا في المقام الاول، هتساعدك في اعداد دروسك وهتوفر عليك العناء والتعب اللي احنا ممكن نعده بالطريقه التقليديه قديما. تمام؟ في فرصه